اشتغلنا زي ما اتفقت معاكو 3 سطور فستونات، ادي سطر 2 3، اشتغلنا 3 سطور زي بعض بالظبط، مفيش اي فرق، 1 2 3، تمام كده حبايبي. هنبدأ بعد كده عشان انهي الراوند بتاعي. احنا كنا هنا عبارة عن 6 سلاسل، بدينا ب5 وانتهينا ب6، هشتغل هنا 3 سلاسل وبعدين هروح عند نهاية الراوند وهعمل 3 سلاسل عمود. ليه؟ علشان ابقى في نص الفستونة زي ما انتم شايفين. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هعد 1 2 3، ده مقدار العمود، وبعدين 1 2 3 4 5 6، يبقى انا عملت 9. هلف كده تمام، وهروح فين؟ هروح في نص الفستونة دي وهعمل عمود عشان يبقى مربع كده. كمان 6، 1 2 3 4 5 6، وهروح في نص الفستونة دي كده وهعمل عمود، 1 2 3 4 5 6، اهو في نص الفستونة، كل فستونة مش هفوت ولا فستون، علشان تديني مربعات بالمنظر ده. يبقى اللي تحت دي فستونات لكن دي مربعات، اهو 1 2 3 4 5 6، وانزل في نص الفستونة الجديدة وهعمل عمود. خلاص راوند سهل وبسيط اهو، نكمله وارجع لكم. نبدأ بصلاتي على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر.